أهلا وسهلا. خليكي برا، ليش رجعتي وعذبتي حالك؟ لميس، شو الموضوع؟ شو الموضوع؟ أنت كيف بتتركي ولد بهيك عمر لحاله بالبيت؟ بنتي، أنا رحت على الدكانة. على الدكانة قلتي لي، لأنه ما شفتك مع مين كنتي. فوق هالعملة كمان بتكذب. بنتي اسمعي، معي لك، أنا مو بنتك. عصمت تعال معي، تعال يلا. شو عم تساوي؟ لوين بدك تاخدي عصمت؟ لعند أخته أكيد. مو على كيفك، هو ابني. روحي هيك يا. اهلا وسهلا بدر. نسيت الشاحن تبع الموبايل الجديد. يسلموا، ما خطر ببالي انه رح يلزمني. تفضل. خير عصمت، ليش هون؟ هلا بخبرك. كيفك يا اشقر؟ شو عم تساوي هون؟ تعال لشوف. اوبا لميس، هذا الاشقر شو عم يعمل هون؟ خطفته من عند امي. كيف يعني؟ كانت تركته لحاله بالبيت. معقول تساوي هيك؟ ايه، كنت واقفة عم بحكي مع جميل عند الموقف، فجأة شفت أمي. إيه؟ وجميل شو حكى؟ ليش شو بده يحكي؟ مو هذا المهم. فهمت. لما شفت أمي فورا ركضت ورجعت على البيت، أخذت عصمت وجبته معي. وجميل ما قال لك شي؟ لا ما قال. بدر، ليش هالسؤال؟ المشكلة إنه أنا ما بحبه أبدا، ما بحبه. صحة وهنا. على شو عم تطلع؟ عم راقبك شلون عم تهتمي فيه. شو صار معك مشان الموضوع اللي ما خبرتني عنه؟ ولا شيء، حليت الموضوع، يعني مش الحال، الأمور منيحة. شو بصير إذا قلت لي وساعدتك بحل مشكلتك؟ افتح تمك، آخر لقمة. أوب، أحمد، شوفي أخواتك صاير شي معهم؟ لا لا رؤي، ما في شي. أمي عزمتك على العشاء. إلي؟ من الصبح عم تطبخ وتنفخ وعاملة سفرة كبيرة، وأبي كمان جاي. عن جد؟ قال عاملة لمة عيلة. هي لمة العيلة؟ قال في شي بدها تحكيه معنا. خليها تحكي يلي بدها إياها، بلكي بتمشي. روحي، مو مشكلة. طيب ماشي. عصمت يلا قوم. لمة عيلة قال. اف، خلينا نشوف شو رح يطلع معي. يلا ما بطول. ماشي، الله معكم. يلا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.